شلون الشباب اللي اليوم رايحين نمشي لابو عبد الله الحسين يوم 19 من صفر. شاي زين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسيرة الإمام الحسين عليه السلام ليست مثلا للمسلم، هي مسيرة للجميع، يعني للمسيح، للصابئة، للديانات المختلفة. يعني يريدك من تزور يشوف بوجهك مصيبة، تجري دموعك لجل الجثة ظلت بالطف سليبة. عوف الغيبة وسامح واعفي. الحمد لله وصلنا، تعب تعب مشي تعب وزوار كل شهور حديد وصلت لي فوق الحمد لله. وش راجعين البيت بعد الحمد لله وشكر فترة الغداء ساعدناهم بيها، يعني اجي اربعة او خمسة. أنا شوفكم شلون البصيات تكون عالشارع. اليوم هو يوم الأربعين. هذا اليوم هو يوم الأربعين من شهر صفر الكريم، يوم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. توافي إلى أكثر من 20 مليون زائر، قلتها يعني بهذيك المقطع. يوم عظيم، سبب الازدحام والهوسة ما قدرت أتصور هواي، يعني صورت اللقطات اللي أقدر إنه أصورها. ازدحام وهوسة ما خلاني إنه أصور. أتمنى إنه يعجبكم الفيديو، لا تنسون لايك ولايك.